انتهت جولة اللقاءات الأخيرة بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في تونس، لكن المفاوضات لم تنتهي. بالخط العريض، اتفق الفرقاء الليبيون على إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر العام المقبل، وفي التفاصيل فشلوا في تسمية إدارة انتقالية لقيادة البلاد. لكن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أكدت أن الأطراف الليبية ستجتمع مرة أخرى عبر الإنترنت في غضون أسبوع للاتفاق على آلية لتسمية الحكومة المقبلة. سيستأنف الحوار السياسي خلال الأسبوع المقبل افتراضياً. كما تعلمون أجرينا أول اجتماع تحضيري افتراضياً عندما وصل المشاركون إلى هذا المنتدى وكان عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي، لذلك نعلم أنه يمكننا القيام بذلك. يمكننا التصويت واتخاذ القرارات عبر منصات التواصل الافتراضية. الأمم المتحدة أكدت أيضاً أن المباحثات جارية مع الأطراف الليبية بهدف توحيد حرس المنشآت النفطية. في كل الأحوال ما سيتم العمل عليه هو إعادة الهيكلة وتنظيم هذا حرس المنشآت بما يتوائم وما اتفق عليه والمرحلة القادمة. هذه التطورات أعقبت اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف على وقف إطلاق النار بشكل فوري الشهر الماضي بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية.